أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم
قاتلهم الله أنى يؤفكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. بسم الله أرقي نفسي، بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني ومن شر كل نفس أو عين حاسد. بسم الله أرقي نفسي، الله يشفيني، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين. لا إله إلا الله بيده مفاتيح الفرج، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من أهل الكفر والشرك والسحر والضلال. نصلي ونسلم على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا واسع العطاء، اللهم يا واسع العطاء، يا منزل الشفاء، يا رافع البلاء، يا مجيب الدعاء، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل مرض وسقم وبلاء. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث. اللهم أبطل تأثير العين والحسد، اللهم أخرج كل عين لامة، اللهم أخرج كل العيون اللامة، اللهم أخرج كل عين قوية، اللهم أخرج كل عين قديمة، اللهم أخرج كل عين نظرت استحسنت وتمعنت وركزت، اللهم أخرج كل عين نظرت وأمرضت وأهلكت وكل نظرة تكررت وما بركت. أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن شر إبليس وجنده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن ومسر، ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها. أعوذ بالله العظيم من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر كيد الفجار. أعوذ بكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وضرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ضرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أفوض أمري إلى الله، والله بصير بالعباد. لا إله إلا الله، سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أبطل كل عين أو حسد ربط بسحر، اللهم أبطل كل سحر، اللهم أبطل كل سحر رمي في البحار، أو جرت به الأنهار، أو طارت به الأطيار، أو دفن في المقابر، أو خفي عن الأنظار. اللهم أرسل عليه الدواب تأكله يا قدير يا جبار. اللهم أخرج كل عين وحسد، اللهم أصرف كل داء عن الروح والجسد، اللهم أخرج كل عين من حيث دخلت، اللهم أذهب حر العين، اللهم أذهب حرارة العيون، اللهم أذهب حر العين وبردها ووصبها وحسدها، اللهم أبطل تأثير العين والحسد،
اللهم أخرج كل عين لامة، اللهم أخرج العيون اللامة، اللهم أخرج كل عين قديمة أو جديدة، اللهم أخرج كل عين معجبة أو متعجبة، اللهم أخرج كل عين من خلقك بي تعجبت، اللهم أخرج كل عين بالزينة أعجبت وتعجبت، اللهم أخرج كل عين ونفس تمنت واشتهت، اللهم أخرج كل عين نظرت واستحسنت وركزت وتمعنت، اللهم أبطل كل عين ونظرة أمرضت وعطلت، اللهم أخرج كل عين ونظرة تكررت وما باركت، اللهم أخرج كل عين حاسدة حاقدة وكل نفس خبيثة مبغضة لزوال النعم تمنت، اللهم أخرج كل عين حارة أورثت حرارة في الجسد أو برودة في الجسد، اللهم أذهب حرارة العيون وبردها من كل الجسد، اللهم أذهب ما حل بسببها من تعب وألم ومرض ونكد، اللهم أخرج كل عين معجبة بالزينة والجمال والجاه والمال، اللهم أخرج كل عين أورثت مرضا مستعصيا، اللهم أخرج كل عين للكلى أتلفت، اللهم أخرج كل عين لعضو ليفت، اللهم أخرج كل عين على العروق والأعصاب أثرت، اللهم أخرج كل عيون تراكمت، اللهم أخرج كل عيون تحجرت، اللهم شققها تشقيقا، اللهم وفككها تفكيكا، اللهم زلزل العيون من الأجساد، اللهم زلزل كل عين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر من كل العيون، اللهم اكفنا شر العيون، اللهم اشفنا من كل العيون، اللهم أبطل عنا تأثير العيون والحسد واصرف عنا أذى العيون، اللهم اكفنا شر شياطين العين والحسد، اللهم إنا نعوذ بك من شياطين العين والحسد، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث من كل الحسد ومن كل العيون، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم رد البصر على من نظر والحسد على من حسد، اللهم دمر كل حاسد وحاسدة وساحر وساحرة وشيطان وشيطانة وظالم وظالمة، اللهم أقلب سحر السحرة عليهم، اللهم أقلب سحر السحرة عليهم، اللهم أقلب سحر السحرة عليهم، وسلط جنهم وشياطينهم عليهم، اللهم وأرجع عيون العائنين عليهم، وسلط جنهم وشياطينهم، اللهم أبطل عنا أسحار سحرة الإنس والجن أينما كانت وكيفما كانت، وسخر لنا ملائكة السماء برحمتك وجنود الأرض بقدرتك، اللهم أنت القوي ولا أحد أقوى منك، وأنت الرحيم ولا أحد أرحم منك، اللهم ما لنا إله سواك فندعوه، وما لنا رب غيرك فنرجوه، اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون من الحاسدين، اللهم اكفنا شر الحاسدين والحاقدين والأشرار والشياطين من الإنس والجن يا رب العالمين، اللهم اشفنا بشفاك وداونا بدواك، اللهم أنزل الشفاء وارفع كل العيون والحسد وكل داء أصابنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، أنت نعم المولى ونعم النصير، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم
قاتلهم الله أنى يؤفكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. بسم الله أرقي نفسي، بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني ومن شر كل نفس أو عين حاسد. بسم الله أرقي نفسي، الله يشفيني، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين. لا إله إلا الله بيده مفاتيح الفرج، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من أهل الكفر والشرك والسحر والضلال. نصلي ونسلم على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا واسع العطاء، اللهم يا واسع العطاء، يا منزل الشفاء، يا رافع البلاء، يا مجيب الدعاء، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل مرض وسقم وبلاء. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث. اللهم أبطل تأثير العين والحسد، اللهم أخرج كل عين لامة، اللهم أخرج كل العيون اللامة، اللهم أخرج كل عين قوية، اللهم أخرج كل عين قديمة، اللهم أخرج كل عين نظرت استحسنت وتمعنت وركزت، اللهم أخرج كل عين نظرت وأمرضت وأهلكت، وكل نظرة تكررت وما بركت. أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن شر إبليس وجنده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن ومسر، ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها. أعوذ بالله العظيم من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر كيد الفجار. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أفوض أمري إلى الله، والله بصير بالعباد. لا إله إلا الله، سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أبطل كل عين أو حسد ربط بسحر، اللهم أبطل كل سحر، اللهم أبطل كل سحر رمي في البحار، أو جرت به الأنهار، أو طارت به الأطيار، أو دفن في المقابر، أو خفي عن الأنظار. اللهم أرسل عليه الدواب تأكله يا قدير يا جبار. اللهم أخرج كل عين وحسد، اللهم أصرف كل داء عن الروح والجسد، اللهم أخرج كل عين من حيث دخلت، اللهم أذهب حر العين، اللهم أذهب حرارة العيون، اللهم أذهب حر العين وبردها ووصبها وحسدها. اللهم أبطل تأثير العين والحسد،
اللهم أخرج كل عين لامة، اللهم أخرج العيون اللامة، اللهم أخرج كل عين قديمة أو جديدة، اللهم أخرج كل عين معجبة أو متعجبة، اللهم أخرج كل عين من خلقك بي تعجبت، اللهم أخرج كل عين بالزينة أعجبت وتعجبت، اللهم أخرج كل عين ونفس تمنت واشتهت، اللهم أخرج كل عين نظرت واستحسنت وركزت وتمعنت، اللهم أبطل كل عين ونظرة أمرضت وعطلت، اللهم أخرج كل عين ونظرة تكررت وما باركت، اللهم أخرج كل عين حاسدة حاقدة وكل نفس خبيثة مبغضة لزوال النعم تمنت، اللهم أخرج كل عين حارة أورثت حرارة في الجسد أو برودة في الجسد، اللهم أذهب حرارة العيون وبردها من كل الجسد، اللهم أذهب ما حل بسببها من تعب وألم ومرض ونكد، اللهم أخرج كل عين معجبة بالزينة والجمال والجاه والمال، اللهم أخرج كل عين أورثت مرضا مستعصيا، اللهم أخرج كل عين للكلى أتلفت، اللهم أخرج كل عين لعضو ليفت، اللهم أخرج كل عين على العروق والأعصاب أثرت، اللهم أخرج كل عيون تراكمت، اللهم أخرج كل عيون تحجرت، اللهم شققها تشقيقا، اللهم وفككها تفكيكا، اللهم زلزل العيون من الأجساد، اللهم زلزل كل عين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر من كل العيون، اللهم اكفنا شر العيون، اللهم اشفنا من كل العيون، اللهم أبطل عنا تأثير العيون والحسد واصرف عنا أذى العيون، اللهم اكفنا شر شياطين العين والحسد، اللهم إنا نعوذ بك من شياطين العين والحسد، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث من كل الحسد ومن كل العيون، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم رد البصر على من نظر والحسد على من حسد، اللهم دمر كل حاسد وحاسدة وساحر وساحرة وشيطان وشيطانة وظالم وظالمة، اللهم أقلب سحر السحرة عليهم، اللهم أقلب سحر السحرة عليهم، اللهم أقلب سحر السحرة عليهم، وسلط جنهم وشياطينهم عليهم، اللهم وأرجع عيون العائنين عليهم، وسلط جنهم وشياطينهم، اللهم أبطل عنا أسحار سحرة الإنس والجن أينما كانت وكيفما كانت، وسخر لنا ملائكة السماء برحمتك وجنود الأرض بقدرتك، اللهم أنت القوي ولا أحد أقوى منك، وأنت الرحيم ولا أحد أرحم منك، اللهم ما لنا إله سواك فندعوه، وما لنا رب غيرك فنرجوه، اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون من الحاسدين، اللهم اكفنا شر الحاسدين والحاقدين والأشرار والشياطين من الإنس والجن يا رب العالمين، اللهم اشفنا بشفاك وداونا بدواك، اللهم أنزل الشفاء وارفع كل العيون والحسد وكل داء أصابنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، أنت نعم المولى ونعم النصير، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم
قاتلهم الله أنى يؤفكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. بسم الله أرقي نفسي، بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني ومن شر كل نفس أو عين حاسد. بسم الله أرقي نفسي، الله يشفيني، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين. لا إله إلا الله بيده مفاتيح الفرج، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من أهل الكفر والشرك والسحر والضلال. نصلي ونسلم على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا واسع العطاء، اللهم يا واسع العطاء، يا منزل الشفاء، يا رافع البلاء، يا مجيب الدعاء، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل مرض وسقم وبلاء. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث. اللهم أبطل تأثير العين والحسد، اللهم أخرج كل عين لامة، اللهم أخرج كل العيون اللامة، اللهم أخرج كل عين قوية، اللهم أخرج كل عين قديمة، اللهم أخرج كل عين نظرت استحسنت وتمعنت وركزت، اللهم أخرج كل عين نظرت وأمرضت وأهلكت، وكل نظرة تكررت وما بركت. أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن شر إبليس وجنده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن ومسر، ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها. أعوذ بالله العظيم من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر كيد الفجار. أعوذ بكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وضرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أفوض أمري إلى الله، والله بصير بالعباد. لا إله إلا الله، سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أبطل كل عين أو حسد ربط بسحر، اللهم أبطل كل سحر، اللهم أبطل كل سحر رمي في البحار، أو جرت به الأنهار، أو طارت به الأطيار، أو دفن في المقابر، أو خفي عن الأنظار. اللهم أرسل عليه الدواب تأكله يا قدير يا جبار. اللهم أخرج كل عين وحسد، اللهم أصرف كل داء عن الروح والجسد، اللهم أخرج كل عين من حيث دخلت، اللهم أذهب حر العين، اللهم أذهب حرارة العيون، اللهم أذهب حر العين وبردها ووصبها وحسدها. اللهم أبطل تأثير العين والحسد،
اللهم أخرج كل عين لامة، اللهم أخرج العيون اللامة، اللهم أخرج كل عين قديمة أو جديدة، اللهم أخرج كل عين معجبة أو متعجبة، اللهم أخرج كل عين من خلقك بي تعجبت، اللهم أخرج كل عين بالزينة أعجبت وتعجبت، اللهم أخرج كل عين ونفس تمنت واشتهت، اللهم أخرج كل عين نظرت واستحسنت وركزت وتمعنت، اللهم أبطل كل عين ونظرة أمرضت وعطلت، اللهم أخرج كل عين ونظرة تكررت وما باركت، اللهم أخرج كل عين حاسدة حاقدة وكل نفس خبيثة مبغضة لزوال النعم تمنت، اللهم أخرج كل عين حارة أورثت حرارة في الجسد أو برودة في الجسد، اللهم أذهب حرارة العيون وبردها من كل الجسد، اللهم أذهب ما حل بسببها من تعب وألم ومرض ونكد، اللهم أخرج كل عين معجبة بالزينة والجمال والجاه والمال، اللهم أخرج كل عين أورثت مرضا مستعصيا، اللهم أخرج كل عين للكلى أتلفت، اللهم أخرج كل عين لعضو ليفت، اللهم أخرج كل عين على العروق والأعصاب أثرت، اللهم أخرج كل عيون تراكمت، اللهم أخرج كل عيون تحجرت، اللهم شققها تشقيقا، اللهم وفككها تفكيكا، اللهم زلزل العيون من الأجساد، اللهم زلزل كل عين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر من كل العيون، اللهم اكفنا شر العيون، اللهم اشفنا من كل العيون، اللهم أبطل عنا تأثير العيون والحسد واصرف عنا أذى العيون، اللهم اكفنا شر شياطين العين والحسد، اللهم إنا نعوذ بك من شياطين العين والحسد، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث من كل الحسد ومن كل العيون، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم رد البصر على من نظر والحسد على من حسد، اللهم دمر كل حاسد وحاسدة وساحر وساحرة وشيطان وشيطانة وظالم وظالمة، اللهم أقلب سحر السحرة عليهم، اللهم أقلب سحر السحرة عليهم، اللهم أقلب سحر السحرة عليهم، وسلط جنهم وشياطينهم عليهم، اللهم وأرجع عيون العائنين عليهم، وسلط جنهم وشياطينهم، اللهم أبطل عنا أسحار سحرة الإنس والجن أينما كانت وكيفما كانت، وسخر لنا ملائكة السماء برحمتك وجنود الأرض بقدرتك، اللهم أنت القوي ولا أحد أقوى منك، وأنت الرحيم ولا أحد أرحم منك، اللهم ما لنا إله سواك فندعوه، وما لنا رب غيرك فنرجوه، اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون من الحاسدين، اللهم اكفنا شر الحاسدين والحاقدين والأشرار والشياطين من الإنس والجن يا رب العالمين، اللهم اشفنا بشفاك وداونا بدواك، اللهم أنزل الشفاء وارفع كل العيون والحسد وكل داء أصابنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، أنت نعم المولى ونعم النصير، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم
قاتلهم الله أنى يؤفكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. بسم الله أرقي نفسي، بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني ومن شر كل نفس أو عين حاسد. بسم الله أرقي نفسي، الله يشفيني، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين. لا إله إلا الله بيده مفاتيح الفرج، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من أهل الكفر والشرك والسحر والضلال. نصلي ونسلم على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا واسع العطاء، اللهم يا واسع العطاء، يا منزل الشفاء، يا رافع البلاء، يا مجيب الدعاء، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل مرض وسقم وبلاء. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث. اللهم أبطل تأثير العين والحسد، اللهم أخرج كل عين لامة، اللهم أخرج كل العيون اللامة، اللهم أخرج كل عين قوية، اللهم أخرج كل عين قديمة، اللهم أخرج كل عين نظرت استحسنت وتمعنت وركزت، اللهم أخرج كل عين نظرت وأمرضت وأهلكت، وكل نظرة تكررت وما بركت. أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن شر إبليس وجنده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن ومسر، ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها. أعوذ بالله العظيم من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر كيد الفجار. أعوذ بكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أفوض أمري إلى الله، والله بصير بالعباد. لا إله إلا الله، سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أبطل كل عين أو حسد ربط بسحر، اللهم أبطل كل سحر، اللهم أبطل كل سحر رمي في البحار، أو جرت به الأنهار، أو طارت به الأطيار، أو دفن في المقابر، أو خفي عن الأنظار. اللهم أرسل عليه الدواب تأكله يا قدير يا جبار. اللهم أخرج كل عين وحسد، اللهم أصرف كل داء عن الروح والجسد، اللهم أخرج كل عين من حيث دخلت، اللهم أذهب حر العين، اللهم أذهب حرارة العيون، اللهم أذهب حر العين وبردها ووصبها وحسدها،
اللهم أبطل تأثير العين والحسد، اللهم أخرج كل عين لامة، اللهم أخرج العيون اللامة، اللهم أخرج كل عين قديمة أو جديدة، اللهم أخرج كل عين معجبة أو متعجبة، اللهم أخرج كل عين من خلقك بي تعجبت، اللهم أخرج كل عين بالزينة أعجبت وتعجبت، اللهم أخرج كل عين ونفس تمنت واشتهت، اللهم أخرج كل عين نظرت واستحسنت وركزت وتمعنت، اللهم أبطل كل عين ونظرة أمرضت وعطلت، اللهم أخرج كل عين ونظرة تكررت وما باركت، اللهم أخرج كل عين حاسدة حاقدة وكل نفس خبيثة مبغضة لزوال النعم تمنت، اللهم أخرج كل عين حارة أورثت حرارة في الجسد أو ضرودة في الجسد، اللهم أذهب حرارة العيون وبردها من كل الجسد، اللهم أذهب ما حل بسببها من تعب وألم ومرض ونكد، اللهم أخرج كل عين معجبة بالزينة والجمال والجاه والمال، اللهم أخرج كل عين أورثت مرضا مستعصيا، اللهم أخرج كل عين للكلى أتلفت، اللهم أخرج كل عين لعضو ليفت، اللهم أخرج كل عين على العروق والأعصاب أثرت، اللهم أخرج كل عيون تراكمت، اللهم أخرج كل عيون تحجرت، اللهم شققها تشقيقا، اللهم وفككها تفكيكا، اللهم زلزل العيون من الأجساد، اللهم زلزل كل عين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر من كل العيون، اللهم اكفنا شر العيون، اللهم اشفنا من كل العيون، اللهم أبطل عنا تأثير العيون والحسد واصرف عنا أذى العيون، اللهم اكفنا شر شياطين العين والحسد، اللهم إنا نعوذ بك من شياطين العين والحسد، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث من كل الحسد ومن كل العيون، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم رد البصر على من نظر والحسد على من حسد، اللهم دمر كل حاسد وحاسدة وساحر وساحرة وشيطان وشيطانة وظالم وظالمة، اللهم أقلب سحر السحرة عليهم، اللهم أقلب سحر السحرة عليهم، اللهم أقلب سحر السحرة عليهم، وسلط جنهم وشياطينهم عليهم، اللهم وأرجع عيون العائنين عليهم، وسلط جنهم وشياطينهم، اللهم أبطل عنا أسحار سحرة الإنس والجن أينما كانت وكيفما كانت، وسخر لنا ملائكة السماء برحمتك وجنود الأرض بقدرتك، اللهم أنت القوي ولا أحد أقوى منك، وأنت الرحيم ولا أحد أرحم منك، اللهم ما لنا إله سواك فندعوه، وما لنا رب غيرك فنرجوه، اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون من الحاسدين، اللهم اكفنا شر الحاسدين والحاقدين والأشرار والشياطين من الإنس والجن يا رب العالمين، اللهم اشفنا بشفاك وداونا بدواك، اللهم أنزل الشفاء وارفع كل العيون والحسد وكل داء أصابنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، أنت نعم المولى ونعم النصير، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.